زي ما الزميل العزيز محمد كان بيقول دلوقتي اكسبو 2020 ده عنوان مهم هيبدا من دلوقتي وهيفضل لمده 6 شهور. هتلاقي ان العالم كله مش بس دوله الامارات العربيه المتحده ولا مصر بس بتتكلم عنه، العالم كله هتلاقيه بيتكلم عن اكسبو 2020. اكسبو محفل دولي مهم جدا، ويمكن ما نبقاش بنبالغ اذا ما قلنا انه من اهم المعارض العالميه. دبي فازت باستضافة أكسبو 2020. اللي متابع ومراقب تطور دولة زي الإمارات العربية المتحدة وتحديداً دبي واللي بيحصل فيها من 8 سنين هتلاقي أنه بانتظام وبشكل واضح ومنظم دبي بتعلن عن إنشاءات بنية تحتية. الموضوع أكبر بكتير من مجرد معرض، بنية تحتية حقيقية اتعملت لأكسبو 2020. المعرض اللي بيقام من 1851 يعني عمره كبير جدا، وهو في أي مكان في العالم في كل البلاد اللي استضافته حوالي 34 مدينة. دايما يعرف المعرض بالمدن مش بالبلاد اللي هو مستضيفها، مثلا 34 مدينة في كل البلاد اللي استضافت أكسبو طول الوقت تلاقي أنه في كل فعالية من هذه الفعاليات اتعرضت حاجة ليها دعوة بالمستقبل. كان لطيف جدا مثلا أننا نعرف انه اول مره يتعرض التليفون كان في اكسبو، في احدى معارض اكسبو. اول مره يتعرض جهاز الاكس راي، اول مره يتعرض الموبايل، فالناس انبهرت ياه هنقدر نتكلم بالموبايل. كل ما هو متعلق بالمستقبل بيبقى في المكان ده. المعرض العظيم ده زي ما بقول لحضراتكم كده، دبي بقى لها 6 أو 7 سنين بتأسس لبنية تحتية حقيقية. نقدر نقول انه بقى يعني حتى اللي راح دبي قريب، يعني كنت محظوظة الاسبوع اللي فات بالصدفة يعني كنت هناك في محطة مترو اسمها اكسبو 2020، اخر محطة في مترو دبي بقت اسمها اكسبو 2020. وده يقول لنا ان احنا او انه الامارات العربية المتحدة خصصت مكان بره دبي تقريبا، حاجة كبيرة ومهولة للحجم والتفاصيل. كان بقى طبعا كلنا كمصريين عينينا متجهة زي ما احنا شايفين كده في مشاركات لكل دول العالم، ده جناح فلسطين، جناح أجنحة لكل دول العالم، كل الناس بتهتم انها تشارك. كانت عينينا على الجناح المصري من أول الأيام الافتتاح التجريبي لأكسبو 2020، وإحنا كنا شايفين تواجد مميز جدا للجناح المصري. لكن عندنا بقى أسئلة، ماذا يقدم الجناح المصري في أكسبو 2020 وحجم الإقبال عليه عامل إزاي؟ إحنا متشرفين معنا الأستاذ أحمد الغمري مدير الجناح المصري بمعرض أكسبو. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، بس أنا بعد إذن حضرتك تصحيح صغير، أحمد مغاوري مفوض عام مصر. عفوا احمد مغاوري، انا بعتذر. احنا بنشكرك اولا على المجهود المميز اللي واضح في الجناح المصري، وبنحسدك على الاقبال الغير مسبوق اللي موجود في الجناح من قبل حتى الافتتاح الرسمي للمعرض. الحمد لله حضرتك، يعني عايز احنا بقى كتير قوي شغالين على الموضوع دوت في مصر، أكثر من 2.5 سنين وإحنا شغالين، تحديدا آخر 1.5 سنة كان فيهم شغل كبير قوي، وكان في طبعا تحديات واجهتنا في مسألة كورونا بقى حضرتك عارفة، والتنسيق الداخلي، وإزاي إحنا ممكن نطلع مصر في هذا الحدث في وسط هذا التحدي كورونا في بلد تانية. طبعا هي بلد حتى إن المعرض نفسه تأجل، يعني هو المفروض كان مقرر ليه إنه السنة اللي فاتت، عشان كده هو اسمه 2020. ده صحيح، فهو تأجل سنة، بالفعل خدنا القرار وصوتنا بالإجماع على تأجيله لمدة سنة في شهر 5 السنة اللي فاتت، وده يمكن كان برضو فرصة كويسة لينا إن احنا نعيد النظر في حاجات كتيرة جدا وتفاصيل كتيرة جدا، نركز بقى في التفاصيل زي ما بنقولوا في تفاصيل الجناح المصري نفسه من بره ومن جوه، وفي المحتوى وفي البرامج والفعاليات اللي هتتم على مدار 6 شهور جوه جناح مصر بإذن الله. طيب اللي عايز اساله حضرتك عنه، يعني هو من المعروف دايما وفي صوره ذهنيه كده اذا ذكرت مصر فالناس بتروح الجناح المصري عشان تشوف التاريخ، لكن الحقيقه ده تحدي صعب جدا ليكم لانه انتوا في معرض بيتكلم عن المستقبل. قدمتوا ايه او مصر بتقدم ايه في الجناح المصري فيما يخص التاريخ والمستقبل؟ شوف يا فندم حضرتك، طبعا في مقدمه حضرتك اتكلمتي عن اكسبو وقلتي انه بتبني له مدينه عملاقه في اكسبو دبي، في اكسبو 2020 في مدينه دبي. هي فعلا مدينه عملاقه ومعموله كونسبت. الثيم الفكره الاساسيه بتاعت اكسبو السنه دي ترابط العقول صنع المستقبل.
مدينه دبي مقسمه لثلاث احياء او ثلاث مناطق، منطقه الفرص مدينه اكسكو دبي بالظبط، منطقه الفرص، منطقه الاستدامه، ومنطقه الحركه. وكل مجموعه من او كل حي او كل منطقه من هذه المناطق بيكون فيها مجموعه من الدول طبعا. مصر موجوده في منطقه الفرص. معانا امريكا، معانا فلسطين، معانا الامارات، معانا السعوديه، ومعانا المغرب، ومعانا سويسرا، ومعانا النمسا، ومعانا الصين. فدول كثيره جدا بتتفاعل بالفرص اللي عندها واحنا موجودين هناك. فالتحدي بتاعنا كان هو ازاي ممكن نبقى احنا فيوتشرستك، بنبص نظره مستقبليه وفق طبيعه اكسكو زي ما حضرتك شرحتي، والشعار بتاعه تربط العقول صنع المستقبل. وده خلانا نتكلم على انه مصر عندها حضاره بالفعل وعندها عراقه بالفعل، لكن هي العراقه دي هي السبب في مستقبل باهر. دي كانت يمكن شويه رؤيتنا ازاي احنا هنقدم نفسنا، احنا هنقدم نفسنا كدوله، ده الشعار بتاعنا. عراقه تعزز المستقبل، عراقه تعزز المستقبل. واتكلمنا كتير جدا وفكرنا في كل النواحي. الحقيقه احنا وجودنا في منطقه الفرص بيدينا فرصه احنا بقى ان احنا نقدم مصر كل ما هو موجود على الارض من مبادرات تنمويه ومن شغل بيتم بقى لنا كتير 7 سنين عمالين نشتغل في كل المجالات، صحه، مرأة، شباب، رياضه، اقتصاد بكل انواعه، ذوي الهمم، المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، العاصمه الاداريه الجديده، مش بس كده، المدن الجديده، كل الحاجات دي كل حاجه يا فندم ممثله في الجناح المصري. بالظبط. هنعرضها ازاي؟ احنا الجناح المصري مقسم ل 14 قسم، منهم الاقسام اللي بتدينا، والحكايه محكيه او يعني الستوري بتاعتنا، الستوري بورد او الحكايه بتاعنا بيقول ان احنا زي ما السلوجن بيقول عراقه تعزز المستقبل. فبنمشي في تاريخ مصر شويه ونشوف مجموعه من المفردات، وبعدين بننتقل بشكل سلس الى المستقبل. فبتجي لنا بنت من المستقبل تحكي لنا عن اللي هي شافته في مصر المستقبل. وبناخد الزائر بتاعنا في هذه الرحله لمده تقريبا نص ساعه 35 دقيقه، فبيشوف كل العوامل التنميه بشكل جذري جدا جدا، وبنوريله ثقافه مصر وتاريخها وتطورها ومستقبلها عامل ازاي، بنوريله مستقبل حياه كريمه اللي هي المفروض رفاهيه. حياه كريمه مستقبلها على طول هو رفاهيه. فخدناها من الزاويه ديت. ده هايل. يعني اللي حضرتك بتقوله ده قصه او كان مصر بتحكي قصتها في وسط تحديات كتير. هل في اي مشاركات لاختراعات لاسهامات علميه بتشارك بيها مصر في اكسبو 2020؟ في حضرتك احنا عندنا كل جهات وهيئات مصر، وبالذات طبعا عندنا الجهات العلميه ممثله وهيكون ليها فعالياتها، لدرجه ان في مجموعه من الفعاليات انا شخصيا شايف انها فنيه جدا، وحاطط الفعاليه ديت يعني ان شاء الله يا ربنا يوفقه ويكون في مخرجات ليها دلاله من خلالها. يعني عندنا 116 فعاليه في كل المجالات زي ما بقول لحضرتك، ال 116 فعاليه بتوعنا معمولين على هامش الفعاليات الدوليه الشبيهه او ذات الصله بيها. فعاليه دوليه عن الزراعه عندنا فعاليه للزراعه، فعاليه دوليه للمياه عندنا فعاليه للمياه، فعاليه دوليه للمرأة عندنا فعاليات المرأة، وهكذا، بحيث انه بنستفيد من الدخل الدولي وجود الناس المهتمه بهذه النوعيه من الفعاليات، وبنقول لهم احنا بنتكامل مع كل هذه بهذا الشكل. طبعا بنشتغل مع وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه عشان خاطر موضوع رواد الاعمال وشباب الاعمال وهكذا، عندهم برنامج طموح جدا. المشروعات الصغيره والمتوسطه برضو برامج طموحه جدا، وعندنا تجربه هايله في مصر في جهاز تنميه المشروعات. كل ده موجود. انا بشكرك، ده احنا يعني حضرتك شوقتنا، واعتقد انه مش بس المصريين بنشجعهم يزوروا الجناح المصري، لا ده حدث ثقافي كبير. احنا عايزين نروح ونشوف كل الاجنحه ونشوف العالم بيفكر ازاي في المستقبل، زي ما استاذ احمد قدم لنا، زي مصر بتقدم نفسها في اكسبو 2020. الاستاذ احمد مغاوري مدير الجناح المصري بمعرض اكسبو، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما سمعنا من الاستاذ احمد، واي حد هيروح اكسبو او هيكون مسؤول، هو مسؤول مسؤوليه كبيره جدا، لكن على كل حال زيارة معرض بحجم اكسبو، هو دلوقتي بقى قريب مننا، بقى في منطقة الشرق الأوسط، ودي بالمناسبة لأول مرة تنظمه دولة من شمال أفريقيا والوطن العربي وحتى من جنوب آسيا. دبي الدولة الأولى اللي بتحظى بشرف تنظيم اكسبو 2020، وطبعا الثقة في دبي أنها تنظم هذا الحدث. من الحاجات بقى الجميلة جدا اللي عرفناها أنه زي ما بقول لحضراتكم، البلاد بتعمل بنية تحتية مخصوص عشان معارض اكسبو. من المعلومات اللطيفة أنه حاجة زي برج إيفل مثلا اتعمل عشان اكسبو الذي أقيم في باريس، في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى هذا السياق تقدر تتخيل حجم هذا المعرض، والبلاد كمان متخيلة. دبي
بتترقب نهضة حقيقية في ما يسمى الاقتصاد غير النفطي. يعني طبعا دبي دولة اقتصادها نفطي بالأساس، لكن الاقتصاد غير النفطي تترقب نهضة وانتعاش حقيقية بسبب اكسبو 2020. تستنى سياحة تقدر ب 25 مليون سائح، 70% منهم من خارج الإمارات. ده الحجم. أنا بس يمكن متحمسة أن يشجع كل حد فينا، أي حد مهتم بالمستقبل، وأنا عارفة أنه يمكن الأجيال الأصغر مهتمين قوي بالمستقبل، لازم يتابع ويراقب اللي بيحصل في أكسبو وماذا سيقدم في معرض بالحجم ده. بمناسبة أن احنا بنتكلم عن المستقبل، ولأنه المستقبل يعني تغيير، وأي حد بيرفض التغيير فهو مش بس هو اللي بيرفض المستقبل، المستقبل هيرفضه. يعني بيقولوا كده ان المستقبل عنده قدرة على فلترة الأشخاص اللي هيكونوا جزء منه. فاحنا عندنا كده شوية ثقافات بالية تقدر تقول عليها، شوية ثقافات عفى عليها الزمن، شوية مفاهيم مغلوطة معجونة كده بالعيب واللي مش عيب، وقدرتنا على اننا نحدد للناس هم المفروض يعيشوا ازاي، دي حاجة في منتهى يعني الرجعية، لكن هي موجودة للأسف. فلما بتشوف نماذج بتكسر كل القوالب الضلمة دي بتاعت الرجعية وبتاعت أن أنا أحط كل واحد في قالب، أحط مثلا الأم في أنها بعد ما تتطلق من جوزها المفروض أن حياتها تتوقف، وبالذات لو عندها أبناء بيبقى عيب تفكر في أي حاجة تخص نفسها. نموذج حقيقي لفكرة أنه الزوجة بس دورها في الحياة أنها تكمل مع ولادها مسيرة حياته. ده مهم جدا، الأم اللي بتكمل مسيرة النجاح بتاعة ولادها. بس من ضمن معايير نجاح الأم في تأدية رسالتها أن ولادها يبقوا هم كمان بيقدروها، وأن ولادها يبقوا شايفينها هي كمان إنسان كامل يستحق كل التقدير. الموازنة دي لما النهاردة اتحققت، النهاردة من الصبح صحينا على بوست لطيف قلب الدنيا، مش قلب الدنيا بالمعنى الوحش بس بالمعنى الجميل، لأنه الأستاذة وفاء، الأستاذة الذي حصلت على ليسانس وعمرها 50 سنة، ده كان في حد ذاته حدث إن هي تكملت حياتها، حست بشوية إحباط كده بعد ما اتطلقت من زوجها أبو أولادها، ثم دخلت لدراسة الجامعة. الجميل في الموضوع برضو مش بس كده، مش بس جمال هذه السيدة اللي كملت حياتها وكملت رسالتها مع أولادها، الجميل تعامل أولادها معاها اللي نظموا حفل للتخرج وكانوا فرحانين بها جدا وشايفينها كنموذج يفتخروا به. السيدة وفاء الست المصرية الأصيلة، خريجة كلية الحقوق النهاردة في جامعة اسكندرية، واحدة من النماذج اللي رجعت لنا الإحساس بأنه دور المرأة أكبر بكتير من كل الناس اللي بتحاول تقولبه أو تحطنا في اختيارات محدودة. السيدة وفاء مساء الخير على حضرتك. مساء الخير، ازي حضرتك؟ احنا فرحانين بيكي النهاردة بزيادة، انت عارفة حسيتي كده ولا لا؟ حبيبة قلبي، لا يعني الحمد لله، الحمد لله. أنا مبسوطة قوي، أنا اتفاجأت طبعا بالحالة اللي حصلت في مصر بسبب الموضوع بتاعي، مع أنه أنا كنت حاسة أنه عادي، يعني أنا ما عملتش حاجة زيادة. يعني لا ما عملتيش حاجة زيادة، أنا إحنا كلنا شايفين يا أستاذة وفاء طبعا أنه في حاجات كتير زيادة. أولا استكمالك لمشوارك، وثانيا علاقة ولادك بيكي، لأنه ده في حد ذاته أنا متهيألي أو ناس كتير اللي لفت نظرنا علاقة أولادك بيكي وفخرهم بيكي كأم ناجحة مكملة مشوارها الشخصي ومشوارها كمان معاهم. فاحكي لي بس على تعب السنين اللي وصلك للحظة الحلوة دي. تعب المذاكرة والدراسة والتحدي انه سني مش مناسب، لانه انا مش بس الكليه، انا كان في ثانويه عامه. يعني حضرتك كمان عايزه اقول لحضرتك الاول انه سبب الحاله اللي حاصله واولادي وفرحتهم بيا ان هم الحمد لله تربوا على حياه صح، افكار صح، عارفين انه الانسان من حقه يعيش، من حقه يكمل حياته، مفيش حاجه اسمها انتهت حياته مع نهايه مرحله، بالعكس نهاية مرحلة يعني بداية مرحلة تانية. هم مثقفين ما شاء الله، يعني واضح. واضح، ربنا يبارك لهم بجد. يعني هم السبب اللي انا فيه. ثم انه التحدي زي ما قلت لحضرتك انه السن بتاعي كان، انا بدأت في 45 ان انا اخذت الثانوية العامة، فطبعا كنت بضطر اقعد مع ناس صغننين خالص 17 سنة و 18 سنة عشان اخد دروسي، بس الحمد لله سبحان الله يعني كانوا متقبليني بطريقة غريبة. يمكن دي
حاجات من فضل ربنا، انه لما بتحسي ان الناس اللي حواليك متقبلينك وحبوكي واتصاحبوا عليكي، يعني لدرجه انه لحد النهارده هم معايا واصحابي. يا دفعتك بقى في ثانويه عامه. ثانويه عامه 2017. واو. ده 2017 كليه حقوق، وطبعا السن بتاعي خلاني ملتزمه قوي بالمحاضرات والمذاكره، عارفه السن برضو احساس المسؤوليه، والحمد لله ونجحت التقدير الحمد لله جيد جدا. ما فيش حاجه بالسهل، كله اكيد ما فيش حاجه سهله، واكيد كان في استثمار حقيقي في الوقت وفي الولاد. دايما ودايما للست اللي بتنجح كده وتكسر القوالب يقولوا لها كده، اكيد اثرتي مع اولادك. اتقالت لك الجمله دي او سمعتيها، او حد قال لك يا شيخه ركزي مع اولادك انت عندك اربع شباب زي الورد، سمعتيها؟ لا، هي اكتر جمله واحد سمعها بعد ما شاب ودوك كتاب، يعني عارفه المثل ده؟ ده مثل للاسف من الحاجات السلبيه جدا في الموروثات. طبعا انا ولا كاني سمعت حاجه ولا فكرت ولا اهتميت. بعدين ولادي كانوا بيساعدوني، يعني بيحاولوا يساعدوني ازاي ان انا ما اتعطلش عن دراستي، وان انا انزل اروح دروسي واذاكر واروح محاضراتي. ثم انه باباهم برضو يكتر الف خيره، يعني راجل محترم قوي. ما هو ده طبعا من الاسباب ان الولاد طلعوا محترمين، يعني لما تبقى الام بتفكر صح والاب بيفكر صح لازم الولاد يطلعوا كويسين واسوياء حتى لو حصل انفصال. فباباهم طبعا ساعد بطريقه غريبه في التربيه وفي مسؤوليتهم وكده، فما كانش في الضغط الكبير عليا. يعني حضرتك كمان بتلفتي نظرنا لنقطه مهمه جدا، العلاقه السويه بين الاب والام حتى بعد ان تغيرت العلاقه، حتى بعد الانفصال بتطلع اولاد اسوياء بالشكل اللي احنا فرحنا بيه ده النهارده. بالظبط. ما غاروش عليكي؟ ما حسيتيش فتره انهم بيغيروا عليكي، انهم مش عايزينك تبتدي حياه جديده مثلا، ترتبطي مره تانية؟ ما حسيتيش بده؟ لا خالص. يمكن طبعا بصي حضرتك، هي الغيره موجوده، غيره على ماما بتاعتنا. بس هم يا قلبي يعني حاولوا ان يوازنوا بين غيرتهم عليا وبين مصلحتي. والحب ومحبتهم اكيد اختارت مصلحتك وسعادتك، يعني بالظبط. وعشان انا مربياهم على انه مش المفروض ان احنا نبقى انانيين، يعني انا نفسي كأم بحترم خصوصياتهم، بحترم اختياراتهم. يعني مثلا في كلياتهم، انا عندي اصغر واحد في كليه صيدله، كان ساعه النتيجه بتاعته ماما ادخل صيدله ولا ادخل تجاره بيزنس مثلا، البيزنس في اكاديمي زي اخواته، زي ادخل ايه؟ قلت له ماليش دعوه. انت شوف اللي انت عايزه واللي هيريحك واللي هتمشي فيه اختاره. بالظبط. ففعلا اختار الصيدله، انا من جوايا كنت عايزاه يختار صيدله، بس ما قدرتش اقول له. فخلاص اتربوا انه في حاجه اسمها حريه شخصيه في امور. بالظبط. اسالك سؤال اخير استاذه وفاء. اتفضل. هل الام السعيده تربي اولاد سعداء، تطلع اولاد اسوياء؟ هل انت شايفه ان سعادتك بتحقيق نجاحاتك الشخصيه انعكست ايجابيا ولا سلبيا على الاولاد؟ يعني انا شايفه انه ايجابيا، بس لازم اسال حضرتك. بالظبط، حضرتك جاوبتي بالظبط. طبعا لما الام بتبقى ناجحه بتبقى مميزه، اكيد الاولاد بيبقوا فخورين وبيبقوا سعداء، ويعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه، بس الحمد لله عندي. لا، احنا اللي عايزين نقول لك شكرا شكرا، لانه في زمن عزت فيه النماذج الحلوه، او يمكن هي موجوده حوالينا كتير بس ما بنسمعش عنها. عايزه اشكرك وعايزه اشكر ولادك وكل التوفيق. واخيرا احلامك اللي جايه ايه بقى؟ ان شاء الله باذن الله هنكمل الماجستير والدكتوراه باذن الله، ان شاء الله المرحله الجايه. الله، يعني ألف مبروك، ورب كل التوفيق في كل جاي لحضرتك ولولادك وكل عيلة مصرية جميلة محترمة. كانت معنا على تليفون السيدة وفاء صفوان. كسروا القوالب يا جماعة، كسروا القوالب. مش لازم الست بعد ما يعني يحصل في حياتها تغير اجتماعي كبير تبقى لازم بتبكي، مش لازم الست تقف في مكان معين أو في منطقة معينة في تعليمها وما تقدرش تكمل، مش لازم تربية الأبناء تبقى معاناة شديدة، الستات تتحول لكائنات شكاية بكاية طول الوقت، مش لازم الست اللي ناجحة في شغلها تبقى مقصرة في بيتها. كسروا القوالب، كل اللي كسر القوالب ارتاح وفرح وبقى نموذج ملهم زي السيدة وفاء صفوان. بعد الفاصل بقى عايزين نتكلم عن موضوعات لطيفة جدا كمان. النهاردة اليوم العالمي زي ما قلنا كده في الأول لكبار السن وللقهوة.
الحقيقه بالنسبه لي انا رغم محبتي الشديده للقهوه بس كبار السن اهم بكتير. بعد الفاصل. أعتقد أنه كأس العالم 2022 هو المحطة القادمة لاهتمام العالم كله، أو الحدث الكروي الأكبر اللي الناس كلها بتستعده أو العالم كله بيستعد لها. في التصفيات المؤهلة لاختيارات الفرق أو الدول المشاركة من أفريقيا، الأنظار كمان متجهة إلى تشكيل المنتخب المصري اللي هيكون بينافس، واللي بطبيعة الحال احنا متوقعين اختيارات تغير الوضع اللي كان عليه اعتراض من كل مشجعي الكرة المصرية. الكابتن الفريق او المدرب الفريق المصري البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب اعلن القائمة النهائية للاعبين اللي سيكونوا موجودين في المعسكر الختامي للفريق خلال مباراتي الفراعنة امام منتخب ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020. القائمة اللي قدام حضراتكم دي شهدت 2022. القائمة اللي قدامنا فيها 24 لاعب، وأيضا مستبعد منها 11 لاعب وبعضها أسماء بارزة جدا على رأسهم محمد مجدي أفشة ومحمد شريف. المفاجأة واضح أنها مفاجأة كانت تقيلة جدا على المتابعين والمهتمين، وقائمة المستبعدين كانت محتاجة شوية تفسيرات. ليه سيتم استبعاد محمد مجدي ومحمد شريف؟ خلونا نفهم التفاصيل ونشوف كمان طريقة إدارة كيروش للمنتخب الوطني، لأنه بطبيعة الحال هو مدرب جديد جاي أكيد بخلفية جديدة. لو نشوف بس إيه اللي حصل. الناقد الرياضي أحمد فوزي معنا على التليفون، ومساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين، أهلا بيك. يعني بيقولوا كده كل شيخ وليه طريقة. طبعا. ايه الطريقة اللي ابتدت اللي نقدر نقول ان دي طريقة ادارة كارلوس كيروش للمنتخب الوطني واختياراته للاعبين؟ مبدئيا كارلوس كيروش من المعروف ان هو مدرب صاحب شخصية قوية جدا، وزيه زي برضو المدربين البرتغاليين من الشخصيات اللي هي بتبقى تاخد احيانا بعض القرارات اللي بتكون صادمة للجمهور، احيانا تصيب واحيانا تخطئ زي اي بشر، ولكن هم دايما بيجتمعوا دايما في صفه اللي هي الشخصيه القويه والقرارات الصارمه. لو هنتكلم بشكل محدد عن استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي قفشه، فهنا لازم نتكلم عن اكثر من نقطه. النقطه الاولانيه ان اكيد كان الارهاق دور في استبعادهم، فعلا اللاعبان بيعانيه من ارهاق شديد. هل كان الاستبعاد كارلوس كيروش لانهم مجهدين فعلا لدرجه ان هم مش قادرين يلعبوا ممكن؟ هل بسبب الاجهاد ده ظهروا خلال المعسكر بشكل اقل من المتعارف عليه عنهم؟ بس ده كان اول ما تعارف ما بينه وما بين ما بينهم، فقرر استبعادهم على ضوء الاداء اللي ظهروا بيه ممكن. طيب لو هنتكلم عن تبعات القرار، افترض ان مباراتي ليبيا المقبلتين هما الاختبار الاول لكارلوس كيروش وجهازه، رغم ان هما مباراتين حاسمتين في مشوار منتخب مصر في التصفيات، ولكن كان الجميع بينظر للمباراه بان من المستحيل الحكم على كارلوس كيروش من الاختبار الاول رغم صعوبته واهميته. ولكن بعد قرار زي ده اعتقد ان هو بيزيد الضغوط على نفسه، لان لا قدر الله مع اي اخفاق هيكون الانتقاد الاول والجاهز من الان هو لماذا استبعدت ثنائي اساسي في القوام الاساسي لمنتخب مصر فجاه وبدون دراسه، خاصه ان احد اللاعبين هو محمد شريف سجل هدف منتخب مصر بالامس امام ليبيريا في المباراه الوديه اللي خاضها المنتخب، فمش من المنطقي ان مهاجمك الاساسي تلعبه يجيب هدفين فيكون القرار يعني حضرتك بتقول انه بمقاييس الجمهور والمشجعين دول لاعبين متألقين، لكن كمان حضرتك قلت حاجه مهمه جدا انه شخصيته قويه قادر ياخد قرارات، وهو وبالتاكيد عنده كتير من القراءه للراي العام، وهو واضح جدا انه في اداء عارف انه الراي العام ممكن ما يرضاش عن ده، لكن في حاله من الثقه. هل الثقه دي تطمن
يعني رغم ان القرارات تبدو صادمه، هل الثقه دي مطمئنه بالنسبه لك؟ استقبلها الناس ازاي؟ شوفي انا كده كده مش ببني طبعا يعني تقييمي لمدرب من خلال قرار، انا كده كده بثق في كارلوس كيرش، بشوف ان هو اختيار مناسب جدا لتدريب منتخب مصر، وان شاء الله يؤتي ثماره في الفتره المقبله. قد اختلف معاه، مش قد، وانا فعلا مختلف معاه في قرار استبعاد محمد شريف وقفشه في الوقت الحالي تحديدا، وخاصه محمد شريف. ولكن القرار ده هيديني مؤشرات ايه؟ لا ما اقدرش اقولها دلوقتي، هنشوف الاول نتائج الماتش هيكون ايه؟ نتائج اختياراته دي هتكون ايه؟ قد يكون في حسبان كيروش انه اصلا يلعب محمد صلاح كمهاجم اساسي زي ما يورجن كلوب بيدفع بيه احيانا في ليفربول كمهاجم يعني صريح مش كجناح، وبالتالي فوجود محمد شريف من عدمه مش هتفرق كتير، بس حتى في دي محمد شريف يبدو لي في الفتره الحاليه افضل من كوكا ومصطفى محمد الاثنين مهاجمين المستدعيين للقائمه. قد تكون خطط كيروش هي الاعتماد الاكبر على المحترفين على حساب اللاعبين المحليين، اعتقد وقتها ان هي هتكون وجهه نظر مش صحيحه وقصيره المدى، هتتغير مع مرور الوقت، لان ده الاختبار الاول لكيروش ولسه ما يعرفش قدرات اللاعبين بالظبط. يعني ما فيش اي حاجه واضحه مين من اللاعبين المحليين اللي ممكن يكونوا يحلوا محل اثنين كبار زي قفشه ومحمد شريف. بالظبط، فهو محتاج الوقت. للاسف ان هو احنا داخلين على ماتشين فعلا مهمين جدا، فما كانش ده التوقيت المناسب لان انت تجرب وان انت تاخد قرار زي ده ان انت تستبعد اثنين من اللاعبين الاساسيين. ولكن زي ما قلت في كل الاحوال ده لن يغير في نظرتي لكيروش، اللي انا متاكد ان هو فعلا مدرب كويس وتاريخه يتحدث عنه، الراجل صعد ب ثلاث منتخبات قبل كده لنهائيات كاس العالم في اربع مرات، يعني تواجد في كاس العالم اربع مرات مع ثلاث منتخبات مختلفه، فالراجل مش مدرب ريال مدريد. بالظبط، يعني هو بالتاكيد مبكر جدا اننا نحكم، بس زي ما حضرتك بتقول اعتقد انه التوفيق في مباريات في المباراه القادمه في المواجهه قدام ليبيا يعني القادمه ممكن يكون مجال كبير جدا للتهدئه لحاله الترقب والتساؤلات دي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الرياضي احمد فوزي على المداخله دي. بعد الفاصل هنكمل كلامنا مع حضراتكم في التاسع. مساء الخير على حضراتكم مرة تانية. النهاردة زي ما قلنا كده من بداية الحلقة اليوم العالمي لحاجتين، وفكرة اليوم العالمي دي حاجة لطيفة بالمناسبة ولطيفة لكل واحد بحسب اهتماماته، بس النهاردة في مصادفة لطيفة انه النهاردة اليوم العالمي لكبار السن 1 أكتوبر من كل سنة، واللي الأمم المتحدة ابتدت تحتفل بيه بدءا من سنة 90. اليوم العالمي لكبار السن المفروض أنه القصد منه مراجعة طريقة تعامل العالم مع كبار السن، طريقة تعامل الناس والأشخاص مع كبار السن. لكن بعيدا عن أنه في يوم عالمي لكبار السن ولمراجعة الخدمات اللي بتتقدم لهم، أحيانا بيتقاس تحضر المجتمعات طريقة تعاملها مع فئتين، كبار السن والمرأة، ثم يعني بالترتيب كده كبار السن المرأة الحيوان وبعدين بقى أي حد تاني، يتقاس مقياس التحضر. فكل ما تشوف أنه في مجتمع بتعامل مع كبار السن أولا بتقليل شأن أو بإهمال أو بإنكار جميل أو بيتعامل مع المرأة وبالتالي مع بقية الفئات اللي بتتبعها، فبيبقى في علامة استفهام على التحضر. برضه مالناش دعوه بالحكايه دي بعيدا عن فكره التحضر. في سؤال كبير قوي ليه دعوه بايه تعريفنا لكبار السن؟ يعني زمان واحنا اصغر شويه انا افتكر وانا صغيره كنت لما اسمع ان حد عنده 30 سنه اقول يا ده عنده 30 سنه ده كبير قوي. لما بقى عندي 30 سنه اكتشفت ان انا لسه صغيره على فكره، ولما عديت ال 30 سنه بقيت برضه حاسه انه هو ايه مفهوم كبار السن؟ او سؤال بطريقه ثانيه، هل احنا بنصيغ فكرة كبار السن وبنترجمها بشوية قوالب برضو زي اللي كنا بنتكلم عليها؟ النهاردة أستاذة صفاء كسرت لنا قالب كبير ليه دعوة بأنه إمتى أذاكر وإمتى أبتدي حياتي وإمتى أكمل حياتي، أستاذة وفاء، لكن
هل احنا بنقيس كبار السن بانه الناس اللي اول ما يخلص شغله او يطلع على المعاش يبقى خلاص ده راجل كبير ونعامله معامله كده فيها تقليل؟ الحقيقه انه برضو دي من ضمن القوالب اللي عايزين نكسرها. الاكبر مني طول الوقت عنده حاجه مش عندي، الاكبر مني خبرته حقيقي اكتر مني، وده لا يقلل من انه احيانا بيبقى الاصغر عنده طاقات وعنده معلومات اكتر من الاكبر منه، لكن كبار السن وتقديرهم واحد من الاحلام اللي برضو خليني اشارككم كده بسرعه، انه فتره من الفترات جالي حلم كده ان احنا نعمل مجموعه لكبار السن انه يستمتعوا بحياتهم زي ما بنشوف في كل البلاد، وفي نفس الوقت قابلت 3 أو 4 اشخاص من اصحابي يعني القريبين بيحاولوا يبتدوا مشروعات تخدم كبار السن. ليه بحكي لكم الحكايه دي النهارده؟ لاني نفسي قوي، لان المشروعات دي يعني للاسف ما كملتش، ولانه فضل ده حلم احنا نفسنا قوي نسمع عن مشروع كبير جدا لازاي كبار السن يبقى ليهم كافيهات يتقابلوا فيها، اماكن عامه مريحه لدخول كبار السن، مواصلات. احنا دلوقتي بقى عندنا الحكايه دي، من هو فوق الستين بيركب المواصلات بخصم او غالبا مجانا، لكن يبقى عندنا نشاطات حقيقيه لكل اللي سنه اكبر من سن معين، ونشاطات مش اننا نقول له خلاص دورك خلص. على كل حال كل سنه وكبارنا على راسنا من فوق، وكل سنة وإحنا بنحلم للناس اللي أكبر مننا اللي مسكت إيدنا واللي أخدت بإيدنا. في حاجات كتير قوي أعتقد أنه إذا خلينا الخط موصول بيننا وبين الأكبر مننا هتعود لها بهجتها، من ضمنها يمكن في شغلانتنا مثلا بلاقي أنه الأجيال الأكبر مننا عندهم قدرة كبيرة جدا على تقدير بعض وعلى احترام بعض وعلى تقديرنا إحنا كمان إحنا الأصغر أحيانا. في كل حال كل سنة وكل أهالينا الناس اللي تعبوا علينا موجودين، وربنا يخليهم لينا، وكل حد في دايرة الناس القريبين منه حد أكبر منه في السن استمتع بيه وتعلم منه واعمل معاه نشاطات أكتر. كمان النهاردة اليوم العالمي لفنجان القهوة، وأعتقد جدا أنه برضو من وإحنا صغارين موضوع فنجان القهوة ده مرتبط معنا بأننا لما نكبر هنشرب قهوة فنبقى شكلنا كده عاقلين. المشروب المفضل لملايين من الناس في العالم. في ناس بتسمي ريحة القهوة أنه هو السحر بداية اليوم. في كل حد بيحب القهوة ليه طريقة بتعامل معاها كده بقدسية شديدة، أنه القهوة سر أو علاقة خاصة جدا ممكن تخلي قعدتك لوحدك في مكان وكأن معاك صديق عزيز طول ما معاك في إيدك فنجان القهوة. في بعض من دول العالم بتحتفل باليوم العالمي للقهوة في 1 أكتوبر باحتفالات خاصة، والمنظمة الدولية للقهوة نظمت احتفالات وإطلاقات في تم إطلاقها في ميلان لأول مرة، وحصدت بشكل كبير انه او اليوم العالمي للقهوه ورانا انه معدلات استهلاك القهوه عالميا وصل لاكثر من 150 مليون كيس قهوه. تخيل كده 150 مليون كيس قهوه، يعني 10 مليون طن قهوه بيستخدم في العالم في اليوم. هتفضل في العام مش في اليوم، يبقى انا قلت غلط. فهتفضل القهوة المشروب المحبب، اللي بالمناسبة هو فعلا مش مرتبط لا بالحكمة ولا بالعمق ولا بأي حاجة، هو مشروب لطيف بيحبه بعض الناس. وبالمناسبة كمان في ناس بتكره القهوة، يعني احنا محبي القهوة في كل مكان دايما يحسوا كده بأفضلية، مش مميزين قوي ولا حاجة، لكنه مشروب جميل. وبالمناسبة بعض الناس برضو قوالب افتكرنا ان او يقولوا كده ان القهوة مضرة، الحقيقة القهوة مش مضرة وليها فوائد صحية كبيرة جدا، من ضمنها مقاومة المسببات السرطان، من ضمنها يعني حاجات كتير ليها دعوة بالنشاط وباستجديد الخلايا. القهوة مفيدة ليها كل حاجة زي العادة، زيادة منها بس هو اللي مضر. كل سنة وكل محبي القهوة بألف خير. ثالث حدث بقى، ثالث حدث ده اللي هنختم بيه حلقتنا النهارده، لانه النهارده 1 اكتوبر، وجرى العرف كده انه في 7 اكتوبر يبدا النشاط البرلماني، لكن المره دي بدا بدري شويه. الدوره التشريعيه الجديده من البرلمان هتبدا بكره، الدوره البرلمانيه الجديده للبرلمان المصري،
وبعد راحه، هي راحه من الجلسات، البرلمان اخذ راحه من الجلسات في من شهر 7 وحتى يعود لاستكمال مهامه غدا. في اسئله الناس لازم تعرفها، وفي معلومات عن البرلمان اعتقد ان احنا غايبه عن عامه الناس. هو البرلمان بيقف ليه؟ ولما بيبتدي بتبقى أجندته عاملة إزاي؟ وكيف تدار الأمور في البرلمان؟ إحنا النهاردة هنحاول نجاوب على الأسئلة دي من خلال ضيوفنا الأفاضل اللي هيجاوبونا. الدورة التشريعية الجديدة في برلمان مصر 2021 وما هو متوقع منها والأدوار المتوقع منها وأيضا القوانين اللي الناس مفروض تستناها من البرلمان المصري في الفترة القادمة. يمكن الشارع بيسمع الدورة البرلمانية الأولى، الدورة البرلمانية الثانية، انتهى انعقاد الدورة البرلمانية الأولى ثم سيبدأ غدا الدورة البرلمانية الثانية. مصطلحات تبدو مألوفة جدا للسياسيين والنواب في مصر، لكنها لسه محتاجة أننا نرجع نفكر نفسنا بيها في الشارع، لأنه من حق الشارع أو كل اللي بيحصل ده بيحصل في الآخر من أجل الشارع. الفقرة النهاردة هدفها أننا نتكلم مع حضراتكم مين أهم التكتلات السياسية داخل البرلمان، وإيه اللي بيحصل في البرلمان، وما هي الدورة البرلمانية التانية، وأسئلة كتيرة في بالنا. إحنا متشرفين أنه منورنا في الاستوديو النائب والمهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان. مساء الخير لحضرتك. مساء النور يا فندم، متشرف بحضرتك. وأحد أنشط النواب في المجلس، يعني خليني أقولها كده على الهواء لأنه دي حاجة معروفة. ربنا يخليك، دي حاجة تشرفني يعني. وبعد دقائق هتنضم إلينا النائبة أميرة العدلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللي برضو تكتل حقيقي نشط داخل البرلمان المصري، وينضم إلينا عبر الهاتف أحد نواب حزب مستقبل وطن. طبعا مش دي كل التيارات السياسية الموجودة داخل البرلمان، لكن على الأقل هارد عايزين نقول أسئلتنا أو نطرح أسئلتنا بقدر الإمكان الحاجات اللي محتاج إعادة نظر. أنا هبتدي مع سيادة النائب، لأنه المصري الديمقراطي يعتبر صوت المعارضة داخل البرلمان، وأنا محظوظة كده، أنا مستفردة بيك دلوقتي فأقول براحتي. هل حضرتك شايف أنه برلمان 2021 اختلف بأي شكل من الأشكال عن الدورة السابقة، الدورة البرلمانية السابقة؟ ولو كان اختلف إيه اللي تغير؟ هو الاختلافات في اختلافات يعني التكتلات اللي جوه المجلس اختلفت توزيعتها تماما. يعني الفصل التشريعي الأول كان الأحزاب في الأول أحزاب كانت عندها 60 حاجة و60 عضو، حاجة و50، حاجة و40 وهكذا، وكان العدد أكبر من الأحزاب. المرة دي العدد يمكن أقل شوية والتوزيعة مختلفة، توزيعة متنوعة ما بين المعارضة والأغلبية، لكن الأغلبية لها كتلة أكبر في هذا المجلس ده يعني أكتر من اللي فات يعني من بدايته يعني. ده من حيث التمثيل، من حيث التمثيل. لكن هل الأقليات الحزبية حتى أدائها اختلف، صوتها اختلف، طريقة تعاملها حتى مع الأغلبية البرلمانية تقدر تقول إن فيها اختلاف؟ لو هتكلم على الحزب اللي بتشرف بالانتماء ليه، المصري الديمقراطي الاجتماعي، فهو ممثل المعارضة في المجلس، وبنتكلم بأريحية في القضايا اللي بتبقى مطروحة، بنقول آرائنا بغض النظر يعني التصويت في النهاية للأغلبية، لكن في إتاحة إن احنا بنقول رأينا بوضوح وبنقدر نوصله. وفي أحيان كثيرة كان بيتم الاستماع وبيتم مناقشة الرأي ده والوصول لأفضل الحلول. يعني ما فيش حاجة بتقول إن الأغلبية بترفض الرأي الأقلية، لا طبعا، في يعني مناقشات. الشكل الطبيعي لإدارة المناقشة داخل البرلمان. هل ممكن سيادة النائب يلخص لنا إيه الأدوار الأهم اللي حضرتك متوقعها، أجندة حتى الحزب اللي حضرتك بتمثله في الفصل التشريعي التاني؟
هقول لحضرتك احنا طبعا يعني اول ما بنقول مجلس بيتبادر لذهن الجميع القوانين الجديده. بس عايز اضيف برضو للساده المشاهدين احنا في رايي عشرات الأهم من القوانين القديمه بالظبط. عندنا قوانين كتيره محتاجه تطبيق على ارض الواقع ومحتاجه رقابه. احنا ما ينقصنا بوضوح شديد الرقابه في تفعيل القانون اللي موجود بالفعل والرقابه عليه علشان ينجح. في قوانين كتيره طلعت يعني ممكن ادي امثله مثلا زي قانون التصالح. قانون في مجمله عايز يقنن وضع سابق كان فيه اخطاء يعني تكاليف يقدر عليها المواطن اللي هي ابتدت من 50 جنيه للمتر. التطبيق على ارض الواقع بقى في اشكاليه، في 2,800,000 ملف اتقدم اللي تصالحوا حسب معلوماتي ما يجوش 100,000، فال 2,700,000 راحوا فين؟ بالظبط. فرئيس الوزراء عمل قرار جيد ان هو قال الكره تستثنى من هذا الامر، والكره دي حوالي 1,600,000. نعم. تستثنى يعني ايه؟ يعني يتم قبول الملف وبعد كده اللجان المختصه تنزل تعمل معاينات عشوائيه. دي خطوه عشان يحرك الملفات. عشان فده مثال العدد المهول. حاجة تطبيقها هو في أرض الواقع حصل فيها اختلال فابتدى يحصل تدخل من دولة رئيس الوزراء عشان يحل الموضوع. فاحنا اللي بينقصنا الحقيقة التطبيق على أرض الواقع يبقى سليم بالظبط والرقابة عليه. لو عايز أني أدي حضرتك أمثلة أبتدي من عنوان الحلقة الجميلة النهاردة اليوم العالمي لكبار السن. أقول لحضرتك كبار السن دايما يمكن كنت في مناقشة قانون التأمين الصحي والرسوم اللي بتدفع، كنت في المجلس السابق بدافع جدا وبقول ندفعهم أقل قدر الإمكان لأن هم أصلا يعني في حالة المعاشات ما هياش الوضع بيتغير بشكل كبير أو اقتصادي بالضبط. وفعلا المجلس السابق يعني قللنا شوية بس ما كانتش التخفيض اللي أنا كنت أتمنى. كبار السن هدخل على ذوي الإعاقة، الحقيقة كان لينا كحزب مشاركة قوية جدا 7 شهور، قدمنا طلبات إحاطة في الملف ده 13 مليون مواطن تحت مظلة قانون ذوي الإعاقة. اتكلمنا عن بطاقة الخدمات المتكاملة، اتكلمنا عن تأهيل المباني الحكومية، اتكلمنا عن التطعيم للي هم شديد الإعاقة. والحقيقة حصل بعض استجابات في بعض الأشياء زي التطعيم مثلا بعد طلب الإحاطة بيومين كان وزارة الصحة أصدرت قرار بتطعيم الناس اللي هم شديد الإعاقة بيوتهم. ففي حاجة بتتحرك. طب هل هي بنفس المأمول؟ لا أكيد يعني لأنه ما فيش حاجة بتدرك كلها مرة واحدة. طب ما أنا عايز أسأل حضرتك برضو يعني ما اسمح لي أن أنا أسأل أسئلة تبدو أنها بسيطة لكن أنا ساعات بحس من حتى من مقابلات الناس كده الناس لما بتقابلنا الناس برضو لسه مش واصلها هو البرلمان ده بيعمل إيه؟ سؤال وأعتقد أن حضرتك برضو أكيد بتتسأله كتير. لو في قضية النهاردة في الشارع هل البرلمان يقدر يناقشها بكرة؟ ولا في آليات منظمة لمناقشة قضية أو موضوع؟ اشرحها لنا كده بالبسيط. بالبسيط خالص طبعا في لائحة في المجلس بتناقش الكلام ده وبتنظم آليات تقديم سواء نقدم مقترح بقانون سواء نقدم طلب إحاطة بيان عاجل سؤال استجواب اقتراح برغبة كل ده موجود لائحة. لكن واحنا بنناقش الكلام ده في حاجات بتبقى عاجلة بيتم الاستجابة. على سبيل المثال وليس الحصر احنا في شهر 2 تعالت أصوات الناس جدا بالصراخ من التطبيق اللي هيحصل في شهر مارس اللي فات من قانون شهر عقاري. فبسرعة تم مناقشته يعني تم وقدمنا يعني أنا كنت الحزب المصري الديمقراطي قدمت قانون في 28 كان يوم السبت 28/2 ابتدت المجلس يناقشه 1 و2 و3 تم صدور القرار. وطبعا كان في الوسط كان تداخل سيادة الرئيس في هذا القانون ان هو يؤجل العمل بالمادة 35 مقرر. احنا كنت طالب الغائها هي اجلت بس يعني في النهاية في
استجابة جزئية أو استجابة ما جيد. إذا يعني بحسب كلام سيادة النائب أنه برضو عشان الناس تبقى متوقعة من المجلس، المجلس عنده أجندة تشريعية طويلة، لكن عنده أدوات زي أي النواب، السادة النواب عندهم أدوات رقابية للأمور العاجلة. فعشان بس ما يبقاش المجلس بيغضب لو النهاردة في قضية، مش من الطبيعي أن المجلس بكرة يقابلها يناقشها في الجلسة. احنا كمان من ضمن زي ما قلنا كده في بدايه الحلقه، كان نفسنا النهارده يكون معانا ممثلي كل التكتلات السياسيه داخل البرلمان، وطبعا كان نفسنا نتشرف باحد اعضاء حزب مستقبل وطن. حاولنا التواصل لكن ما توفقناش انه حد من الاعضاء يكون موجود، يمكن ظروفهم ما سمحتش. لكن احنا بنشكر النائبه ايناس عبد الحليم اللي موجوده معانا على التليفون. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير، اهلا وسهلا، اهلا بيك. اهلا بيك يا سياده النائبه. أهلا بك. احنا بنحاول نشرح للناس كيف تعمل القوى السياسية داخل البرلمان. حزب مستقبل وطن هو حزب الأغلبية، وواضح جدا في الفصل التشريعي الأول توجهه المنحاز أكتر للشارع وتبنيه لكتير من القوانين اللي لاقت قبول شديد في الشارع. إيه الأجندة التشريعية لحزب مستقبل وطن اللي بتتمنوا أنها تطرح بقوة، أو أنه الحزب يتبناها في الفصل التشريعي القادم؟ الحزب بيتبنى المواضيع اللي بتبقى يعني موجودة في الوقت الحالي. يعني في قوانين لازم تتعدل لأنها ما اتغيرتش من سنة 55 والدنيا اتغيرت. يعني من الحاجات اللي يعني أنا أتمنى أن احنا نخلصها لأنه ما خلصناهاش في الدورات في الفصل التشريعي الأول، قانون المعامل التحاليل اللي موجودة في السوق، قانون معامل التحاليل الباثولوجية والإكلينيكية وكل الكلام ده لازم يكون فيه ليها قانون ينظمها، لأن ما فيش قانون من سنة 55. قانون التخاطب، عايزين عملية تبقى منظمة، مش كل واحد زي ما انت شايفة بيفتحوا عيادات لهم دكاترة ولهم متخصصين وبيشتغلوا ومراكز والناس بتروح لها وبيحصل منها مشاكل. كل ده لازم يتظبط بقوانين. الصيادله، كان في قانون الصيادله كنا ناقشنا فيه اجزاء وما استكملش، لازم يبقى في قانون. ما فيش حاجه اسمها تصرفي اي دواء من اي مكان بدون اي وصفه طبيه او رشاده، ما فيش حد في العالم كله بيعمل كده. يمكن حضرتك سياده النائبه لانك مهتمه بالجانب الطبي، لكن كمان عايزه اسال حضرتك عن الدور الرقابي. يعني كنا بنتكلم ومعانا مشرفنا في الاستوديو سياده النائب ايهاب منصور رئيس الهيئه البرلمانيه للحزب المصري الديمقراطي، وكنا بنتكلم عن الادوات الرقابيه ايضا. حزب مستقبل وطن برضه يعني مش عايزه اقول لك انا مقدمه كم طلب احاطه بخصوص الصيادله، وان المفروض ان اللي يدير الصيدليه لازم يكون صيدلي، ما ينفعش واحد بدون تجاره يبيع الدواء، ما ينفعش يتصرف دواء من غير روشته، ما ينفعش يتقاس الضغط والنبض في الصيدليه من غير طبيب ونوصف دواء. كل ده لازم يتحجم ويتنظم. انا مش بس منحازه للطب، انا منحازه ان مشاكل الصحه طبعا من اهم المشاكل في مصر. يعني التعليم والصحه هم اساس اي دوله. فانا تعليم بنشارك فيه، لكن الصحه نمره واحد في مصر طبعا. وانا شايفه ان مبادرات الرئيس غطت على حاجات كتير من المشاكل اللي كنا موجودين فيها وبنعانيها، والمواضيع دي عدت، ده اثر حاجات كتير ووفقنا في مواضيع كتير. يعني قانون التامين الصحي الشامل الناس يمكن مش حاسه بيه دلوقتي، لكن خلال 10 سنوات لما هيغطي كل الناس هتشوفي وضع تاني تماما في اداره العمليه الصحيه في مصر. بنطبق الدستور بقى. واحده من اكبر مشاكلنا في مصر هي المشاكل الصحيه، ف طبعا هي نمره واحد. اي انحياز للناس لازم يبقى فيه جزء كبير من الحديث عن الصحه، صحه طبعاً المصريين. طبعا يعني اي مشكله صحيه بنواجهها احنا بنقدم ثاني يوم الادوات الرقابيه على طول طلب احاطه. مشكله في مستشفى، مشكلة مع أطباء فيها عندها مشكلة وعايزة تحلها، مش مشكلة الصيادلة وتكليفه، كل ده بيتم تقديمه في لجنة الصحة عن طريق طلبات الإحاطة. أنا بشكرك. دايما عاجل لو مشكلة كبيرة في بلد معينة بيتقدم وبيتم حلها في نفس الوقت. يعني مش عايزة أقول لك إن المواضيع والقوانين اللي جاية قوانين كتيرة، بس برجع وأقول لك إن في أولوية لقوانين الحكومة. أعتقد إن في أجندة متقدمة بعدد من القوانين من الحكومة. يعني أعتقد إن موضوع الإيجار القديم وموضوع المسؤولية الطبية وتدريب الأطباء وترخيص المهنة، كل ده أكيد الحكومة جهزت بيه حاجة بناءً على طلب الرئيس.
فانا مستنيين نشوف اللي هم جايبينه، واحنا عندنا كتير، وان شاء الله تبقى فصل، يبقى دوره ثانيه اقوى من الدوره الاولانيه، عشان حتى ابتدينا يعني ندخل في مواضيع ثانيه كتير عن اللي كانت موجوده. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده النائبه دكتوره ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن. ولسه معانا النائب ايهاب منصور رئيس هيئه البرلمانيه للحزب المصري الديمقراطي، وكيل لجنه الاسكان، ونائب طبعا عن منطقه العمرانيه، وهو عنده كتير من القضايا والملفات. بالمناسبه يعني سياده النائب بصوا جايبين لنا ايه، مش تعرفوا بس النواب بتاعكم بيشتغلوا يعني. ده كتاب عن الفصل التشريعي الاول، عن الدور الانعقاد الاولاني او السبع شهور بس. السبع شهور اللي فاتوا ده شغل نائب نشيط من نواب مصر. طبعا مش كل نواب شاطرين قوي كده زي حضرتك، بس بعد الفاصل هتنضم الينا كمان نائبه اميره العدلي عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، وهي واحده من التكتلات السياسيه اللي كتير مننا بيبص لها بكتير من الامل، وهم الحقيقه من انشط الناس ومن انشط الكيانات داخل البرلمان. بعد الفاصل نكمل مع حضرتك. مرة تانية أهلا بحضراتكم. بنكمل فقرتنا وإحنا بنسأل أسئلة الشارع عن ماذا يحدث داخل البرلمان، كيف يدار البرلمان. العناوين اللي بنسمعها كل يوم في الأخبار محتاجين بس نفك اشتباك ونعرف يعني معناها. من ضمن العناوين دي هتلاقي كده دايما أنه أخبار عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ممثلين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. هنشوف وشوش جديدة أو شفناها على مدار كمان الفصل التشريعي الثاني أو دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني، ودول ناس شباب زي الورد، محتاجين نعرف مين هم. النهارده مشرفنا ممثلة عنهم سيادة النائبة أميرة العدلي عضو البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منورانا. منورك. خلينا أسألك على طول سيادة النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. بعض الناس تعتقد أو فهمة أنه شباب الأحزاب دول دول حزب جديد اللي هو بيضم الشباب من هم أصغر من 45 سنة، ده صحيح؟ لا طبعا. يعني الاسم حتى واضح، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعني فيها شباب أحزاب. شباب أحزاب إحنا عندنا أكتر من 25 حزب سياسي موجود فيهم شباب، 25 حزب سياسي ممثلين موجود فيهم شباب سياسي مستقل، جزء منه كان بيمارس العمل السياسي قبل كده وكان في أحزاب وما بقاش موجود في الأحزاب دي، وجزء تاني من الشباب دي لسه ما حددتش هي محتاجة تدخل أحزاب إيه من الموجود على الساحة. بس فعليا التنسيقية هي مظلة بتجمع مجموعة كبيرة من التيارات الفكرية والأيديولوجيات. ليه موجود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؟ وده سؤال طول الوقت احنا بنتسأله. تجاربنا الشبابية من 2011 بما اني بقى يعني موجودة من يناير، ائتلاف شباب الثورة، اتحاد شباب الثورة، كل التجمعات اللي حاولت يبقى موجود فيها عدد من الشباب أغلبها فشل، ما قدرتش يتحقق حاجة، ويمكن الظرف الزمني نفسه هو اللي حكم عليها بالفشل. احنا في 2016 كان عندنا اول محاولة، حاولنا ان احنا نجمع، وقتها انا كنت حزبية، حاولنا ان احنا نجمع شباب الاحزاب السياسي عشان نقول والله في شباب موجود في البلد، مش بس القيادات السياسية ومش بس المسؤولين السياسيين، لا في شباب سنه صغير قادر انه يقدم افكار، عنده مشروعات، منها مشروعات تشريعية، مشروعات قوانين، منها مبادرات كتير قوي محتاجة ان صوتها يوصل، محتاجة انها توصل لمؤسسة صناعة القرار. في 2016 مع وجود عامل شباب والمؤتمر الوطني الأول حاولنا أول محاولة، لكن ما قدرناش نكمل لظروف ما. جينا في 2018 كان عندنا بقى الإصرار والعزيمة إن احنا نتخطى بكل العقبات اللي فاتت وتشكلت ونعمل. يمكن تشكلت فكرة التمكين السياسي للشباب بشكل أكثر نضوجاً. بصي، هي الشرارة جت من وقت الرئيس ما أعلن في الولاية الثانية إنه في أولوية لتنمية الحياة السياسية. الشباب السياسي ساعتها الواعي بقى اللي بيقدر إنه يقرأ ما بين السطور وبيقدر يقرأ الخطابات لما بتتقال، حسينا وقتها إنه لأ، في مكان لينا، في الدولة بتتجه حقيقي لتمكين الشباب،
شباب الأحزاب لازم يكون له دور، لازم صوته يوصل. حاولنا واجتمعنا ووصلنا في الآخر لفكرة التنسيقية. كان صعب جدا، كل الناس كانت بتقول لنا انتوا ازاي في ناس من اليسار والليبراليين ومعارضة ومؤيدين وازاي بتجتمعوا، يعني ازاي بتجتمعوا على فكر واحد؟ دي كمان حاجة اعتقد كل يعني كل الاحداث في مصر بقى منها التحالفات السياسية نفسها كانت بتقول الناس لما بتقعد على ترابيزة واحدة وهم مختلفين بيتخانقوا على الفصلة وعلى الكلمة، مش بيتفقوا على مشروع قانون. احنا بنقدر نطلع مبادرات، بنقدر نطلع ورق، بنقدر نطلع افكار، بنقدر نعمل مشروع كامل مع بعض واحنا مختلفين، يعني ومختلفين في الافكار ومختلفين في الشخصيات ومختلفين في الرؤى ومختلفين ما بين مؤيد وما بين معارض. يعني حتى صناعه القرار نفسه او الفكر الاصلاحي نفسه احيانا احنا بنختلف، بس في الاخر خط انت حطاه اسمه احنا عندنا مشروع احنا عايزين نصلح. وده الفرق ما بين اللي بيعارض وعايز يصلح واللي عايز يتكلم بس. اللي عايز يصلح بيلاقي 50,000 نقطة ممكن يوصلها عشان ننتقل لقدام ونطلع خطوة لقدام. يمكن بكلام يعني أستاذة أميرة عن التنسيقية النهاردة تبدو الترابيزة ان هي كده بتمثل تنسيقية شباب الأحزاب بكل ما فيهم من حماس، وانتوا يعني اول ما أميرة كلمت حسيت الحماس رجع لنا كده. لكن وكمان معانا مهندس إيهاب ممثلا عن الحزب المصري الديمقراطي وهو حزب أحزاب المعارض، تاني كان حاضر في المشهد وكان مدعو جدا للحلقة النهاردة، الأحزاب او حزب الأغلبية مستقبل الوطن. لكن هي فرصة مهمة وجود حضرتك وجود سيادة النائبة أميرة أن احنا نقول للناس كيف تدار هذه التكتلات. إذا يعني تنسيقية شباب الأحزاب مجموعة منظمة جدا، أقدر أشهد وكل اللي بيتعامل مع تنسيقية شباب يشهد أنها منظمة شديدة التنظيم رغم أنها شديدة الاختلاف داخليا. هل كمان الأحزاب وبالذات اللي لم توفق في أغلبية برلمانية بسبب أيا كان الأسباب بقى، لم نوافق في أعداد كبيرة تبقى بتمثل المعارضة بشكل عام مش بس المصري الديمقراطي، قد إيه في المجلس؟ يعني بص حضرتك هو سؤال صعب. ليه خالص أقول لحضرتك لأن إحنا قد تكون المعارضة 70 واحد في قضية من القضايا. يعني أنا مثلا في الموازنة مثلا كنا حوالي على ما أذكر 4 أحزاب رفضت. طيب إحنا منهم طبعا. طيب إحنا في أوقات تانية كان ممكن يبقى حزبين 3 لأنه بس. مش كل القوانين المعارضة ليست معارضة من أجل المعارضة. طبعا يعني المعارضة لينا حسب الموضوع. لينا يعني تحفظات على بنود معينة وقلناها في كلامنا في المجلس بوضوح. إن تصلحت هذه التحفظات أكيد مش هنبقى بنعارض هذه الأرقام والإحصائيات سواء في التعليم والصحة وخلافه. في تعاون داخل المجلس طبعا احنا نواب كلنا زملاء مع بعض باختلاف توجهاتنا، حزب سواء مستقبل الوطن أو مصر الديمقراطية أو التنسيقية، احنا بنتكلم مع بعض في القضايا بنقعد نناقشها في اللجان سوا. في بيبقى تنسيق على قدر المستطاع في بعض القضايا، وحتى لو في قضايا ما حصلش فيها التنسيق على اعلى مستوى يبقى كلنا اتفقنا، زي مثلا قانون الشهر العقاري احنا كلنا اتفقنا على والختان والتحرش مثلا. كان في قضايا كتير قوي عليها اجماع من الكل، توافقنا كلنا وقلنا راينا وكان الراي شبه اجماع على هذه القضايا. فالعدد ممكن نبقى في قضايا 20-30، ممكن نبقى في قضايا 70-80، فالعدد حسب القضيه اللي بتتناقش ايه، ده بيبقى العدد بتاع لو قلنا المعارضة قد إيه. حلو قوي. يعني ما نقدرش نقول إنه الشكل القديم بتاع إنه تكتلات المعارضة المعطلة مش موجودة دلوقتي، يعني في الوضع الجديد أو في التنسيق الجديد مجلس فيش معارضة معطلة لإصدار قوانين، لكن في تنسيق بحسب الموضوع. وكمان إحنا كمان يعني لما بنقول أي مقترح لينا أو أي اعتراض لينا على بنود في قانون، لا إحنا كمان بنقدم مقترحات حلول. يعني دايما أروح حتى في طلبات الأحاطة اللي بعملها بروح مجهز طلب الأحاطة، طلبات إيه وكم مقترح كده اتفضلوا عايزين نشوف حاجة منهم. وأحيان كتيرة بيتاخد المقترحات دي والجهات بتحاول تنفذها، وعندي نماذج كتيرة يعني في الكتاب في بعض الاستجابات
اللي حصل. شفت الكتاب ده امام؟ بقول له يعني مش ممكن اتعقد بقيه النواب كده. بص ده كتاب دول العقاد الاول. لا احنا عندنا في دول العقاد الاول عندنا اداء ممكن نعمل منه ثلاث كتب. ايوه ابتدي المنافسه دلوقتي، المنافسه الايجابيه. انا بشوف كمان انه في حاله من الحماس انا شخصيا يمكن ما شفتهاش قبل كده، في انه في تنافس حقيقي لخدمه الناس. تاني لازم نوضح حاجه للناس قبل ما اسال الجميله اميره، عن انه البرلمان مش دوره خدمي، هو دوره انه يراقب على تقدير الحكومه ازاي بتقدم الخدمات للناس، لكن في اداء خدمي عظيم جدا. ممكن تكلمينا عن تنسيقيه شباب الاحزاب، ايه اولوياتها في دور الانعقاد التاني في المجلس؟ ايه الموضوع، المواضيع اللي انتوا اتفقتوا عليها برغم الاختلافات الكتير اللي اتكلمتين عنها؟ طيب انا عايزه بس اعلق على حاجه قالها زميلي يعني، والمصري الديمقراطي هو عضو في التنسيقيه كمان طبعا. فكره هو المعارضه ما بتتقاسي هي 20 ولا 30 ولا 70 شخص جوه البرلمان، لان الحقيقه انه كل من هو ليس حزب الاغلبيه فهو معارض، واحنا عندنا عدد كبير من الاحزاب ما هياش في حزب الاغلبيه، ده حقيقي. القضيه هي اللي بتفرض نفسها في فكره التأييد او المعارضه. ما هو هي مش معارضه من باب المعارضه وخلاص يعني، لانه في اوقات كان حزب الاغلبيه حزب مستقبل الوطن كان بياخد موقف واخده يسار المنصه بالكامل. في احيانا بيبقى من اعضاء حزب الاغلبيه واخدين موقف من اللي واخدينه يسار المنصه واللي واخداه الاحزاب المعارضه او الاحزاب اليساريه جوه البرلمان. فهي القضيه هي اللي بتحكم هنا، والقانون اللي متقدم والتعديلات اللي مطروحه انت موقفك فيها عامل ازاي. نرجع بقى للتنسيقية، احنا عندنا اجندتنا التشريعية طبعا لكل نائب، احنا 32، احنا متنوعين فكريا، لكل نائب فينا عنده الاجندة الخاصة بيه، لكن في قضايا عامة. يعني مثلا لما هنيجي نتكلم عن المحليات، مفيش اعتقد مش بس نواب التنسيقيه، مفيش نائب في البرلمان مش هيبقى عايز المحليات تتعمل بسرعه وعايز قانون المحليات يخرج للنور، وده اولويه مش اولويه بس للنواب، ده اولويه للشارع المصري. يعني حضرتك ذكرتي انه ان النواب مش دورهم الاداء الخدمي. الحقيقه ان احنا بنضطر ان احنا نشتغل تشريع ونشتغل رقابه ونشتغل خدمي في ظل غياب المحليات، في ظل غياب دور المحليات. احنا بننزل نشتغل في الشارع، بنبقى موجود مع المواطنين، وده مش عيب بالمناسبه. يعني انا بشوف حتى ان النائب اللي بينزل يحتك باهل دايرته وبيبقى موجود معاهم طول الوقت وشايف مشاكلهم ايه، ده جزء من دوره ان هو يبقى محتك بالمواطن عشان يقدر يعبر عنه. لكن المحليات هتحل لنا ازمه كبيره جدا، فكره ان احنا نبقى حتى واحنا بنراقب على المحليات مرتاحين اكتر، مش مضطرين ان احنا نجري ورا اكتر من جهه ونروح نخلص الطلب في اكتر من مكان عشان نقدر نحقق للمواطن مصلحته. في قوانين تانية كتير موجوده على الاجنده. انا شخصيا من القوانين اللي على اولوياتي قانون الاحزاب. يعني انا شايفه انه لا تنميه سياسيه حقيقيه في مصر بدون ما يكون في قوانين وبنيه تشريعيه تدعم التنميه السياسيه الموجوده دي، منها قانون الاحزاب. احنا بنتكلم في قانون بقاله فوق 60 سنه تقريبا، يعني محتاج يتغير. احنا العالم كله بيتقدم وبقى فيه تصويت الكتروني، يمكن ده قانون مش شعبوي قوي والشارع مش مهتم بيه، لكن اي حد عارف تاثيره على المدى البعيد على الشارع يبقى مقدر بالظبط. لا وفي قوانين كمان متعلقه بالصحه ويعني والبرلمان الدور الانعقاد اللي فات كان فيه قوانين لمسه حياه المواطنين. اي قانون يمس حياه المواطن هو اولويه، واي تشريع هو معمول لخدمه المواطن اولا. يعني احنا مش بنعمل تشريع عشان نحطه في الدرج وان احنا طلعنا تشريعات شكلها حلو، زي ما سياده النائب كان بيقول التطبيق اهم حاجه، التطبيق. وانا بختم عايز اسال حضرتك عن اجنده الحزب المصري الديمقراطي التشريعيه، رؤيتكم ايه الاداء اللي يخلي الدور او دور الانعقاد الثاني يبقى مميز او يبقى مثمر زي ما كان الدور الاول؟ لانه بمقاييس كتيره دور العقد الاول كان مثمر وكان في عدد كبير قوي من القوانين تم مناقشتها على غير العاده في هذه السرعه في انجاز القوانين. طيب هقول لحضرتك العناوين، لان يعني التفاصيل كتيره، تفاصيل كتير. احنا عايزين عناوين بس. لو اتكلمنا عن احنا هنتكلم عن قوانين وقضايا تهم الشارع، مش بس قوانين، في قضايا تهم الشارع هقولهم كده في عجاله. القانون البنى، المحليات زي ما حضرتك قلتي، التصالح وإشكالياته، اشتراطات البناء الجديدة وهدفها جيد جدا لكن التطبيق فيه إشكالية، والاشتراطات نفسها الناس مش مقبلة عليها. لم يتقدم أحد تقريبا في شهر 5 و6 التجريبي، و7 و8 و9 حتى الآن لم يتقدم. فهنا في حاجة محتاجة نظرة.
ذوي الإعاقة زي ما كنت بقول محتاجين إن احنا ندعم ملفاتهم مرة تانية. الصحة والتعليم طبعا يعني احنا محتاجين نراجع بقى ما يحدث في هذه دي بقى نقدر نقول انها قضايا مش بس قضايا قوانين. كبيرة ولمسة اليوم بتاع المواطن والتموين في قصة مثلا إضافة المواليد حاجات كتيرة يعني مش يعني تفاصيل كتير والمعاشات وكبار السن اللي اتكلمنا عنهم. البرلمان منحاز للشارع؟ البرلمان منحاز للشارع يعني بعض القضايا أشعر كده ومن مكاني أشعر من بعض القضايا لا كان ممكن نبقى بنأدي أداء أفضل في بعض القضايا. أشكرك أميرة. البرلمان منحاز للشارع شايفة إنه ده حصل؟ لازم يبقى منحاز للشارع لازم. هل هو كده يعني هو في النهاية النواب هم منتخبين من الشعب عشان يمثلوا الشعب عشان يشوفوا مشاكل الناس إيه ويحلوها عن طريق التشريع وعن طريق الأدوات الرقابية اللي موجودة ليهم بحكم الدستور وبحكم القانون. أكيد أنا أعتقد إن إحنا في دور الإنعقاد الأول كان عندنا تحديات كبيرة بس كمان البرلمان ده مختلف عن أي برلمان كان موجود بعد ثورة يناير. البرلمان ده منحاز للمواطن. البرلمان ده احنا شفنا في مناقشات كتير في البيانات اللي أدلى بيها الوزراء انحياز النواب للمواطن. الديبيت اللي كان بيحصل ما بين النواب في مناقشة البيان بتاع الصحة في مناقشة البيان بتاع التموين في مناقشة البيان بتاع الاستثمار في يعني إذا كان حتى القوانين حتى الآن المواطن مش حاسس بيها قوي لكن احنا لسه في دور نقاط تاني وتالت ورابع ولسه في قضايا كتير شائكة محتاجين ان احنا نحلها محتاجين ان احنا كمان نبقى بنتحاور فيها ومحتاجين ان المواطن نفسه يبقى شريك في ده يبقى شريك في ده عن طريق الحوارات المجتمعية. انا بشكرك شكرا جزيلا النائبة أميرة العدلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكرر شكري كمان لسيادة النائب المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب. بالمناسبة في انتخابات تانية واللجان بتتغير ورؤساء والوكلاء وكل ترتيب بيتغير في كل دور انعقاد. أنا بشكركم شكرا جزيلا انكم شرفتونا النهارده. يمكن وجودكم بيقول رساله غير الكلام الكتير الحلو اللي قلتوه اللي كله انحياز للناس انه حتى نواب وممثلي الشعب شبه الناس حقيقيين بيتكلموا من قلبهم القضايا تهمهم زي ما هي بتهم الناس ودي اعتقد واحده من الرسائل اللي بيرسلها الاشخاص بمن هم. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه. اشوفكم ان شاء الله على كل خير. We'll be right back.